بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أولا أن أعبر عن بالغ سروري واعتزازي بهذه النخبة من الأكاديميين والخبراء من داخل العراق وخارجه، وهم يجتمعون اليوم في بغداد، بغداد العلم والحضارة، لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 2022-2031، لتكون مكملة للاستراتيجية الأولى 2012-2022 التي للأسف لم تتحقق كامل أهدافها بسبب الظروف الأمنية التي تزامت مع انطلاقها بعد أن تعرض العراق لأعتى هجمة إرهابية على يد تنظيم داعش الإرهابي. لهذا فإننا نضع الكثير من الآمال على تنفيذ هذه الاستراتيجية التي أطلقناها اليوم لتحقق أهدافها المرجوة وترسم خارطة طريق لإصلاح المنظومة التربوية والتعليمية بما يتطابق مع المعايير الدولية، ولرفع مؤشرات جودة وكفاءة نظامنا التربوي والتعليمي، خصوصا أن هذه الاستراتيجية قد رسمتها عقول وأيادي الوزارات القطاعية المعنية بها في العراق: التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والمالية، بالتعاون والإسناد الفني من خبراء دوليين ومؤسسات ومنظمات دولية مهمة بمقدمتها البنك الدولي واليونسكو واليونيسيف. ونأمل للتعاون أن يستمر مع هذه المنظمات الفاعلة من أجل أن يستعيد نظامنا التربوي والتعليمي عافيته بعد أن اهتز ابتداء من تسعينيات القرن الماضي نتيجة السياسات الهوجاء للنظام الدكتاتوري المباد. الحضور الكريم، أننا في الحكومة الحالية وانطلاقاً من الأهمية الكبرى التي يمثلها قطاع التربية والتعليم سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وحضارياً، وضعنا في منهاجنا الوزاري رؤية طموحة لهذا القطاع نستهدف بها خلق نظام تربوي وتعليمي تتوفر فيه عناصر الاكتمال والنجاح وبما يجعله منسجماً مع المعايير الدولية التي تعتمد الأنظمة التعليمية المتطورة واستدعاء التجارب العالمية التي أثبتت نجاحها وأحدثت انتقالات نوعية في الدول التي اعتمدتها من دون الإخلال بالمنظومة القيمية الحضارية الأصيلة للعراق. نظام لا يكتفي بالاتجاه التعليمي المجرد، وإنما يسهم في ترسيخ مفاهيم التآخي والتعايش والقبول بالآخر، وهي كلها معايير إنسانية لا بد أن تكون حاضرة في أي منهج أو تفكير علمي وتربوي. وليس هذا فحسب، بل إننا نستهدف من خلال هذا النظام التعليمي الوارد في منهاجنا الوزاري تحقيق أهداف تشتمل على توفير فرص مستدامة في التعلم والتعليم وبجودة عالية تستجيب لحاجات البلد وأسواق العمل فيه، كما نستهدف قيام المؤسسات التعليمية بتعزيز الشراكة المجتمعية وبناء أنظمة تعزز التفكير الإبداعي وضمان جودة مخرجات التربية والتعليم، وبما يسهم في بناء اقتصاد معرفي منسجم مع متطلبات خطط التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة حتى عام 2030 لإعداد جيل من الكفاءات الشابة الفاعلة المالكة للمعرفة. وهذا الأمر بطبيعة الحال يتطلب مراقبة وإشرافا دائمين من أجل ضمان التطبيق الأمثل للبرامج كي تحقق أهدافها، وهو ما أخذناه على عاتقنا، حيث سنتولى الإشراف المباشر على أدق التفاصيل الخاصة بتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال لجنة مركزية بإشرافنا
وبالعمل مع فرق قطاعية معينة. ولن ندخر في هذا أي جهد من أجل إنجاح هذه الاستراتيجية عبر المتابعة والتقييم. لذلك فإننا حريصون على توفير الميزانية المالية اللازمة لتنفيذ كل ما ورد فيها من مشاريع وبرامج. السيدات والسادة الكرام، إن جودة التعليم الذي وضعته الأمم المتحدة في المرتبة الرابعة ضمن أهداف التنمية المستدامة هو الوسيلة الأساس في تحقيق الأهداف التنموية 17، لأن كل أنظمتنا الحياتية مرتبطة بنظام جودة التعليم، ولأننا لا يمكن أن نبني نظاماً صحياً أو بنية تحتية جيدة أو بيئة نظيفة أو إدارة رشيدة للمياه أو أن نقضي على الفقر أو أن ننمي القطاع الخاص إلا إذا امتلكنا نظاماً تربوياً وتعليماً رصيناً. لهذا ستبذل الحكومة الجهد والمال بالشكل الذي يجعل العراق يستعيد مكانته التاريخية بوصفه بلداً يمتلك دوماً أرقى الأنظمة التعليمية وأفضلها. إن أساس النجاح في النظام التربوي والتعليمي هو العنصر البشري، معلماً كان أم طالباً. لذلك فإن الحكومة تسعى لتطوير الموارد البشرية من خلال زج ملاكاتنا الأكاديمية في المؤسسات العلمية الدولية لتطلع وتكتسب أهم ما توصلت له العلوم الحديثة من نظريات وأفكار. أما فيما يخص العنصر المستهدف بالعملية التربوية والتعليمية، فيسعدني هنا أن أعلن عن إطلاق مبادرة جديدة للابتعاث تتضمن إرسال 5000 مبتعث استجابة لحاجات البلد التنموية ودفع عجلة التنمية للأمام وفي مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية. وختاما أقدم خالص الشكر والتقدير للقائمين على إعداد هذه الاستراتيجية، سواء كانوا من الوزارات القطاعية أم من الخبراء والمنظمات الدولية، ونأمل أن نحقق الأهداف المرجوة منها وأن يستمر هذا التعاون مع جميع الأصدقاء تحقيقا لأهداف التنمية في عالم تسوده المعرفة والعلم والتقدم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.